Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wal amirina bil qisti minan nas. Ana uakidu ala al amirina bil qisti minan nas لأن القرآن شيء عجيب. هذا أنا مرجعي القرآن طبعا ومرجع المسلمين كلهم بالقرآن، ولكن مرجعي للقرآن يختلف كثيرا عن الذين سبقونا. أنا مؤمن تماما أن القرآن مهجور ولم ينزل بعد من السماء. القرآن يقول بعد آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله، الذي كنا نحن لما أطفال لما ننام بالليل يلقنون آية الكرسي كلمة وكلمة لأجل أن يحمينا من الشيطان، ولكن ما حمانا من الشيطان لأننا ما فهمنا ماذا نقرأ. في الواقع القرآن لما يقول لا إكراه في الدين، لأن الإكراه لا يصنع الإنسان ضد الإكراه، خلقه الله هكذا، بإقناعه يعطيك روحه وماله، وبإكراهه قد يحفر لك الأرض ويقول ما خلق الله مثلك، ولكنه إذا تمكن أو إذا واحد قضى عليك أو هو إذا تمكن سيقضي. وهذا الذي نعيش فيه الآن العالم جميعا بما فيه الأمم المتحدة. إذن كل أدوات الإكراه ضد الإنسان. الله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. إذا لم يفعل أحد هذين الأمرين، الإنسان إذا لم يقتل الناس ولم يهجرهم من ديارهم، إذا لم يسرق ولم يقتل، له البر قبل القسط. لا ينهاكم الله أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أنا أريد أن أحيي هذه الآية الذي يعيش تحت حكم القرآن. وأنا لما كنت إذا كنت غير مسلم وأعيش وأفهم الكلام الذي يقوله القرآن، أقول أنا لا أحد يفرض دينه علي، وبما في رأسي من أفكار لا يؤاخذني الله، ولكن بما كسبت يداي. هذا المفهوم مفقود، لأننا نحن نعظم السلف حتى جمال الدين الأفغاني. قال المسلم لما يقرأ أو يرى شيء يخطر في باله أشياء لم يجها في كتب الأسبقين، كتبنا السلف الصالح، يقول تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف خطر في باله شيء لم يخطر في بال هؤلاء الذين سبقونا؟ إذا ما ننسخ نأتي بخير، وباب النسخ مفتوح. مو الإنسان مو لأجل أن تقتل الإنسان، بل أن تهديه إلى الصراط المستقيم. لهذا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذا صعب، وما يلقاها إلى الذين صبروا، وما يلقاها إذا لحظ. نحن ما يوجد غير انتقام، غير القتل، غير قتل الذي يخالفنا، يخالفنا في كيف يصنعوا، كي يصلي إذا خالفنا أو هذا الشيء الذي نعيشه جاهلية. لا، الجاهلية كان والله الجاهليون كانوا أكرم منا. هذا من طبيعة الحياة، سنة الله في الكون. هذا الإنسان واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. لهذا لما كان المشروع والله يريد يخلق الإنسان، قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ التهمتين هذول مبسوسين في القرآن. تجعل فيه يفسد فيها ويسفك الدماء، الفساد في الأموال وسفك في الأرواح في الدماء. لكن جواب الله كان قال إني أعلم ما لا تعلمون، أنا الذي خلقته، أنا الذي نفخت فيه من روحي، وأنا الذي أسجدت له الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. لكن حتى الشيطان يوم القيامة سيقول لنا ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوبوني ولوبوا أنفسكم. ولما أرجع عاد إلى الله وأقول أطعنا سادتنا وكبراءنا لن يقبل مني، أين كان عقلك الذي أعطيتك؟ هذه الأشياء غير موجود عند المسلمين، صم بكم عمي فهم لا يعقلون.